الزمالك. خلينا نروح لاخبار الاهلي اللي بيختتم تدريباته النهارده استعدادا لمواجهه جورماهيا الكيني غدا الاحد في كينيا ضمن مباراه الذهاب لدور ال 32 لبطوله دوري ابطال افريقيا. في مستهل مشواره المارد الاحمر للحفاظ على اللقب الافريقي يقود الاهلي اليوم المران الاول والاخير بكينيا استعدادا لجورماهيا كما ذكرت. ان شاء الله تتلعب الساعه 3 من عصر بكره باذن الله بتوقيت القاهره في ذهاب دور ال 32 لبطوله دوري ابطال افريقيا. الاهلي يخوض المران وبعد كده هيبقى في جلسه خاصه مع اللاعبين داخل الغرف المغلقه. طبعا يعتبر حتى الرتوش الاخيره مارسيل كولر واتكلم مع اللعيبه على اهميه هذه المباراه وخطه اللعب خلال المران النهارده. حسهم على اهميه هذه المباراه ايا كان المنافس لعبناه قبل كده او لسه هنلعبه لاول مره، ولكن في الاخير مهم جدا بدايه يعني حمى البدايات وعدم الاستهانه والتقليل باي ضعف من او اي شكل من انواع الضعف للمنافس. هي لغه الارقام فارق الخبرات بتصب طبعا لمصلحه النادي الاهلي، ولكن الكره دائما تعودت على ان تعطيها دائما تعطيك. كمان خلوني استعرض لحضراتكم القائمه اللي اعلن عنها الجهاز الفني بقياده مارسيل كولر اللي هتخوض هذه المباراه، وضمت القائمه كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء في حراسه المرمى، خالد عبد الفتاح واكرم توفيق وياسر ابراهيم ويوسف ايمن ورامي ربيعه ويحيى عطيه الله وكريم الدبيس وعمر كمال عبد الواحد وعمر السليه واحمد نبيل كوكا ومروان عطيه ومحمد مجدي قفشه وامام عاشور وكريم ندفد وطاهر محمد طاهر ورضا سليم وحسين الشحات وبرستا ووسام ابو علي ومحمود عبد المنعم كهربا. كمان النهارده ينعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراه الاهلي وجورماهيا الكيني. الاجتماع الفني سيقام باحد الفنادق القريبه من مقر اقامه الاهلي في كينيا من اجل مناقشه الترتيبات الخاصه باللقاء، موعد وصول الفريقين، ارض الملعب، الزي الخاص، الحضور الجماهيري. هذه هي الترتيبات الاعتياديه اللي بتبقى موجوده لهذه المباراه القاريه بشكل عام. ما فيش شك ان هذه ضربه البدايه للنادي الاهلي. بعيدا عن مواجهه الاهلي الافريقيه وعلى الجانب الاخر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ولجنه التعاقدات برئاسه امير توفيق هتستهدف في الفتره اللي جايه حسم الاتفاقات مع العديد من العناصر بالفريق الاحمر بشان ملف التجديد، وياتي على راس هذه الاسماء كما ذكرت ان محمد الشناوي خلاص ايام قليله ويعلن التجديد النادي الاهلي لهذا النجم تقديرا لمجهوده الكبير ودعمه الكبير للنادي الاهلي. وبعد كده هنشوف بقى حمزه علاء وطاهر محمد طاهر واحمد نبيل كوكا ومروان عطيه واكرم توفيق، كلاهما طبعا مهمين جدا للنادي الاهلي، عندهم ما فيش شك رصيد كبير جدا عند اللعيبه عند الجماهير وعند النادي، فبالتالي هم من اهم اولويات المهمه المقبله للفتره الجايه. ابحث مسؤولي النادي الاهلي طبعا مع اكتر من نادي في طريقه وموعد استلام درع الدوري يعني اللي توج بيه النادي الاهلي في الموسم الماضي للمره الثانيه على التوالي، وطبعا ده الرقم 44 في تاريخه. بيتشاور الاهلي مع رابطه الانديه المحترفه لتحديد موعد استلام درع الدوري رغم ان الطرفين سبق ان اتفقا على قيام الرابطه تسليم الدرع الاهلي في حفل كبير باحد فنادق القاهره، الا ان ضيق الوقت لكلا الالتزامات الموجوده قد يمنع ذلك. رابطه الانديه قررت في بدايه الموسم انها تسلم الدرع الدوري للاهلي في اخر مباراه الموسم الماضي، لكن حصول مارسيل كولر مدرب الاهلي ولاعبيه الاساسيين على الراحه غير برضه من الخطه، فبالتالي مفيش شك ان الفتره المقبله ان شاء الله هيكون في تتويج للنادي الاهلي وتسليم الدرع الخاص به في وجود نجوم الاساسيين وحفل كبير ليستلم فيه النادي الاهلي هذا الدرع الذي تعود دائما على نيل اللقب الخاص به.